بتهيألي كتير مننا مسجون في الماضي، عايزين نعيش نفس المشاعر نفس القصة تاني وتالت، لأن يمكن تكون هي دي اللي كانت فيها سحر أو ماجيك. يعني إحساس غريب إن قلب مصر كلها موجود في حتة واحدة متوحد، ما فيش أي فرق بين راجل وست، مسيحي ومسلم، أي حد حقيقي بجد مش كلام شعارات، هو ده اللي كنا عايشينه هناك. أنا اسمي دكتورة سالي توما، أنا طبيب نفسي، وكنت قبل الثورة بشتغل مع ضحايا التعذيب والاغتصاب على يد الدولة. أنا كنت جزء من المجموعات اللي نظمت 25 يناير 2011. إحنا كنا قبل 25 يناير بفترة طويلة كنا بنفكر إن كمجموعات إن إحنا نعمل حاجة ضد الشرطة في يومها، وهو يومها 25 يناير. بس في ناس كتيرة قوي يعني ممكن تقولك ان هي اتولدت يوم 25 يناير، وبتهيالي ان هو ده العظمة او السحر اللي انا بتكلم عليه، ان احنا شفنا ولادة ابطال 25 يناير. لو هنقول نسميها اي حاجة هي ثورة الابداع، لان الفن كان موجود فيها بكل حاجة، كل اغنية كانت شغالة، كل جرافيتي كان بيترسم، كل حاجة مقاومة في الوقت السنين اللي فاتت دي طالعة من رحم 25 يناير. لغاية وقت تنحي مبارك مفيش حاجة كانت ممكن تحصل أحسن من كده، لكن كل الأخطاء وكل المشاكل حصلت من بعد تنحي مبارك. ارتضينا أن احنا حد تاني ينزل ويتفاوض باسم الميدان بتاعنا، ارتضينا أن الناس تسمي نفسها شركة الثورة وهما ما كانوش شركة الثورة، وبعد كده وقعونا كلنا لما الإخوان جم وبعدين وقعوا كلنا، وقعنا مع بعض. معظمنا في المعتقلات، معظمنا متشهر بيه، معظمنا اللي سافر واللي مشي واللي تعب واللي زي ما قلت محبوس جوا كرب الصدمة. فإحنا لمسينه كأطباء نفسيين جدا، لمسينه كناس بندرس ده أو بنكتب عنه أو بنعالجه، حتى بيتكلموا على حاجات أنا نفسي مريت بيها وأنا نفسي كنت جزء منها. يمكن يكون ده بيقرب المسافات ويسهل عليهم هم، لكن هو برضو بيصعب على الطبيب نفسه، لأن ما عندناش كتير نقدر نقدمه إن إحنا نقفل الجرح للأسف الشديد. يعني اللي حصل في التحرير في 2011 نجحت انها تخلق شبكة من الدعم، شبكة من ناس ماشيين يمكن يكون تجاه نفس الهدف، سفينة واحدة دي ماشية تجاه الشط، شط الحرية يعني. لكن سهل قوي ان انت لما تضرب سفينة ان السفينة تغرق، ما كل الناس محطوطة في سفينة واحدة. فيمكن اللي حصل من الضربة الجامدة اللي جت لنا ان احنا فكرنا ان الطريقة الاحسن ان احنا نكمل بيها هي ان احنا نكمل في المراكب الصغيرة، مراكب صغيرة مختلفة بتنسق مع بعض، بتشبك مع بعض، لكن هتكون اسهل انها تعدي من تحت الرادار بتاعهم، وان حتى لو اتضربت مركب او اثنين او ثلاثة ففي لسه خمس ست مراكب مكملين، واي مركب فيهم توصل هو ده المهم.